السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أيها الإخوة الكرام. قبل أن نتطرق لموضوع هذا المنشور، أريد أن أخبر كل الإخوة الكرام المتابعين لهذه القناة المتواضعة على أن كل أسئلتهم ترقى العناية اللازمة من أجل معالجتها والإجابة عليها في الوقت المناسب، إما من خلال الإجابة المباشرة على التعليق أو من خلال الفيديوهات إذا كان الأمر يتطلب تفصيلاً أكثر. ولكي تعم الفائدة، لا بد أن هناك من لاحظ على أن سؤاله قد شكل موضوعاً أساسياً في أحد الفيديوهات، فجل المواضيع المطروحة مستلهمة من تساؤلاتكم. فقط أريد أن أطلب منكم أن تمنحوني بعضاً من الوقت وألا تستعجلوا، فأنا أحاول أن أجمع أكبر عدد من الأسئلة التي تدور حول نفس الموضوع لأنجز منشورا يليق بحضراتكم رغم الإمكانيات البسيطة جدا. كما أنني أريد أن أستسمح البعض الذي لم تعجبه بعض مقاطع الفيديوهات خصوصا الموسيقية منها، كما هو معلوم على أن بعض اللقطات تحتاج لموسيقى تصويرية. ولطالما كنت أحرص على تفادي كل أنواع الموسيقى الصاخبة، وأحاول دائما أن أختار بعناية موسيقى هادئة تؤثث لمشهد طبيعي جميل وتفسح المجال لاستراحة قصيرة من الاسترسال في الكلام لتفادي الملل. الكثير منكم يستحسن هذا الأمر، كما أن هناك من يراه مزعجا ولا يليق بهذا المحتوى، فمن الصعب أن تجد عملا يروق للجميع. لذلك أطلب منكم جميعا أن تعطوني رأيكم في الموضوع، هل هو مزعج حقا ولا يليق بهذا المحتوى أم لا؟ كما أطلب من الإخوة الكرام الذين وجدوا في الفيديوهات السابقة جوابا على تساؤلاتهم أن يعطوني إشارة بذلك فضلا وليس أمرا. أما فيما يخص موضوع هذه الحلقة فهو يدور حول أسئلة كثيرة تأتيني بين الفينة وأخرى، تتمحور تارة حول حجم الصنارة المناسبة لصيد سمك الزريقة أو الدينيس، سمك الدرعي أو القاروس، وتارة أخرى حول نوعية هذه الصنارة، وفي بعض الأحيان حتى حول اسم العلامة التجارية. سبق لي وأن تطرقت لهذا الموضوع بالتفصيل في فيديو سابق تكلمت فيه عن كل ما يتعلق بالصنانير، وسوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف. وفي هذا الفيديو سأحاول أن أختصر لكم الأمر في بعض النقاط الأساسية من أجل اختيار الصنارة المناسبة لصيد هاتين السمكتين أو ما يوازيهما. كما نلاحظ أن سمك الزريقة أو الدينيس، الدرع أو القاروس يتوفران على فم كبير جدا قد يتسع لكل أحجام الصنانير الكبيرة مثل رقم 1-0 و2-0 و3-0 و4-0 و5-0 بدون أي إشكال. لكن نضطر في بعض الأحيان لاستعمال صنانير أصغر من ذلك بكثير مثل رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 و6 إلى آخره. لماذا يا ترى؟ لأنه ببساطة ليس حجم السمكة فقط أو نوعيتها من يحددان حجم الصنارة، بل هناك أمور أخرى تتحكم في ذلك. كما هو معروف على أن نجاح أي حصة صيد يعتمد على مجموعة من الترتيبات الأساسية تتمثل في قراءة جيدة لكل الظروف الملائمة من أجل اختيار المكان والزمان والظروف المناخية المناسبة. ومن خلال هذه الترتيبات نحضر مستلزماتنا، ومن بين هذه المستلزمات الطعوم المناسبة كذلك. وكما أقول دائما ومن باب الاحتياط، يجب علينا أن نحمل معنا طعوما مختلفة قدر الإمكان من أجل مسايرة مزاج الأسماك، لأننا لطالما نخطئ في توقعاتنا فيما يخص شهية الأسماك. وعندما نقول طعوما مختلفة نقول صنانير مختلفة كذلك، حيث يعد تغيير الصنانير للتكيف مع الطعم المستخدم قاعدة أساسية للنجاح، فلا يمكننا أن نقتني علبة واحدة
من الصنانير كلها من نفس الحجم. وبما أن الطعوم تختلف في الشكل والحجم والصلابة، يحتاج كل نوع منها تقريبا إلى صنارة مناسبة. من الواضح أنه من غير المنطقي أن نستخدم نفس الصنارة مع طعمة السردين كما طعمة دودة الرمل مثلا. في الواقع تلعب الصنارة دورا كبيرا في الحفاظ على جودة الطعمة وعرضها بالشكل المطلوب من جهة، وفي وظيفة عملية التقاط السمكة ثم الاحتفاظ بها حتى تصل إلى بر الأمان من جهة أخرى. هاتان النقطتان ستحددان معايير الصنارة مثل حجمها وجودتها ومثانتها. هناك أنواع وأشكال من الصنارات. النوع الأول يتمثل في الصنارة القوية الغليظة، وهناك النوع الثاني يتمثل في الصنارة الرقيقة. الأولى تستعمل في حالة صيد الأسماك الكبيرة كيفما كان نوعها، والتي تحتاج لمقاومة شديدة حتى لا تفتح أو تكسر فتضيع السمكة، كما أنها تستعمل مع الطعوم القاسية مثل الصدفيات كالبحر والقشريات كالسرطانات، خصوصا مع سمكة الزريقة لأنها تعمد ببساطة على كسرها قبل ابتلاعها، فاحتمال كبير أن تتسبب في كسر الصنارة كذلك أو اعوجاجها. إذن يستحسن أن نستعمل صنارة قوية تتحمل الجر القوي للأسماك الكبيرة، وتستطيع قدر الإمكان مقاومة عضات الزريقة لأنها تحتوي على أضراس مرصوصة كالحجارة داخل فكيها، بالإضافة لأسنان حادة تقتلع بها الصدفيات وتمزق بها جل أنواع الطعوم. لكن بإمكاننا استعمال صنارات رقيقة مع الطعوم الصغيرة أو النحيفة مثل الديدان، لأنه وفي هذه الحالة لن تحتاج السمكة لكسر الطعمة مثل ما هو الحال عليه بالنسبة للصدفيات أو القشريات، بل سوف تبتلعها دون الإكثرات للصنارة فتعلق داخل أحشائها في غالب الأحيان. لكن هناك احتياطات يجب علينا أخذها بعين الاعتبار في المعاملة مع هذا النوع من الصنانير. صحيح أن هناك صنانير رقيقة قوية تمتاز بجودة عالية بما فيه الكفاية لجر السمكة بقوة، لكن سوف نحتمل أنها ذات جودة عادية أو مشكوك في أمرها، ومحتمل جدا أن تكسر أو تفتح. علينا ألا نستعملها كما قلنا إلا مع الطعوم الصغيرة والنحيفة مثل الروبيان والديدان، وألا تكون بالية صدئة، لأنها لو كانت كذلك ستكون أكثر عرضة للكسر من صنارة جديدة. علينا ألا نجر السمكة بعنف ونتعامل معها بلطف، مستعملين في ذلك عملية الشد والجذب مع ضبط كابح البكرة الآلية بشكل مناسب يتيح للسمكة جر الخيط دون كسر أو تسريح للصنارة. كما أن هناك أنواع أخرى من الصنانير غير مصنفة توجد بين المنزلتين، لا هي غليظة ولا هي رقيقة، متوسطة السمك، قد تصلح في جميع الحالات. فيما يخص حجم الصنارة، يجب أن تستوعب الصنارة حجم ونوع الطعمة. بمعنى آخر، سيكون من غير المنطقي أن نركب طعمة كبيرة في صنارة من الحجم الصغير أو طعمة صغيرة في صنارة من الحجم الكبير. يجب أن يكون هناك انسجام بين حجم الصنارة وحجم الطعمة، بحيث تبقى الصنارة مختبئة داخل الطعمة ويبقى سنها بارزا بما فيه الكفاية لكي ينال من السمكة بسهولة. إذا كان سن الصنارة مختبئا داخل الطعمة لن ينال من السمكة، وإذا كان بارزا أكثر من اللازم يمكن أن يثير الشكوك فتنفره السمكة أو تتجنبه ببساطة وتأكل الطعمة من الجوانب التي لا تشكل أي خطر عليها. إذا كنا نريد تركيب دودة الرمل مثلا في صنارة من الحجم الكبير ستتمزق كلها، وإذا كنا نريد تركيب سردينة في صنارة من الحجم الصغير ستختفي الصنارة حتما داخل جسم السردينة فتصبح بذلك بدون أي جدوى.
إذن ما هي الصنارة المناسبة للطعمة المناسبة لاصطياد سمك الدينيس أو القاروس؟ إذا كنا نريد استعمال طعوم الرخويات كالحبار أو الأخطبوط أو السرطانات أو الصدفيات، يستحسن أن نستعمل صنانير كبيرة من عيار 1-0 و2-0 و3-0 و4-0 و5-0، وكما سبق وأن أشرنا لذلك على أن حجم الصنارة يجب أن يتماشى مع حجم الطعمة، وأن تكون هذه الصنانير من النوع الغليظ والقوي، حتى وإن تعرضت للجر القوي خصوصا إذا كنا نستعمل ثقال الخطافات أو تعرضت للعض، لن تنكسر أو تعوج بسهولة. وإذا كنا نريد استعمال طعوم صغيرة مثل الديدان أو الروبيان، يمكننا استعمال صنانير صغيرة من عيار رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 إلى آخره، ويستحسن أن تكون من النوع المتوسط ما بين المنزلتين، لا هي غليظة ولا هي رقيقة، إلا في بعض الحالات التي تكون فيها الديدان نحيفة جدا مثل دودة الرمل مثلا، أو إذا كان نشاط الأسماك ضعيفا أو في المسابقات كذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات المذكورة سلفا في إخراج السمكة من الماء. تجدر الإشارة إلى أن الترقيم المشار إليه أعلاه والخاص بعيارات الصنانير هو الترقيم الأكثر اعتمادا من طرف العلامات التجارية في كل أشكال الصنانير، على شاكلة الصنانير الكونية والصنانير من نوع تشيني والأخطبوطية والدائرية إلى آخره. أما فيما يخص الأشكال المستقيمة من نوع تشيكا، فالأرقام تختلف تماما عن الترقيم السابق. فيما يخص الطعوم الكبيرة، قد نختار صنانير من عيارات 12 11 10 و9 و8 إلى آخره. أما الطعوم الصغيرة، قد نختار صنانير من عيارات 13 و14 و15 و16 إلى آخره. هل نختار الصنانير المستقيمة أم المنحرفة؟ كلاهما جيد، مع أفضلية للمنحرفة. أما فيما يخص شكل الصنارة، فكل الأشكال صالحة، مع أفضلية خفيفة للأخطبوطية بالنسبة للطعوم الكبيرة، والتشيني والكونية بالنسبة للطعوم الصغيرة. هل نستعمل صنارة باللسان أم بالحلقة؟ فكلاهما جيد، المهم هو أن تكون العقدة متقنة جيدا. ما هي العلامات التجارية المعروفة؟ هناك علامات تجارية كثيرة تختلف من حيث الجودة والثمن كذلك، لكنها كلها صالحة. ومن بين هذه العلامات التجارية سازام، أونر، غاماكاتسو، فلاشمير، فيرشيرلي، سنسيت، ترابوكو، يوكي، أساري، كاشيما، ميستاد، فيمسي، ماروتو، كولميك إلى آخره. كما أن هناك علامات غير معروفة منخفضة الثمن قد تفي بالغرض، منها الجيد ومنها الرديء، وما علينا إلا إخضاعها للتجربة. وكيف ما كان نوع الصنارة أو شكلها أو حجمها، لابد أن تكون حادة جدا، وأن لا تكون قديمة أو صدئة أو من النوع الرديء. من السهل أن نتعرف على النوع الرديء فقط بمحاولة طيها باليد، فتطوى لأنها مصنوعة من مواد رديئة مثل الحديد فقط، أو الحديد المضاف إليه القليل من الكربون التي تشكل المادة الأساسية لتركيبة الصنم. أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على تساؤلاتكم. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.